هل كانت هذه هي البداية التي تنتظرها مصر؟ هل هذا هو مشروع السد العالي المرافق لثورة جديدة وسيكون مشروع لبناء مصر جديدة؟ نتمنى أن يكون كذلك. الأمال التي تعول على مشروع محور تنمية قناة السويس، المشروع المفترض أنه ستنتج عنه تنمية على الأقل في مدن القناة الثلاثة وشمال وجنوب سيناء، ومن المفترض أنه سيغير وجه الحياة في هذه المدن. النهاردة أطلقت رسميا إشارة البدء لي. رئيس الجمهورية الذي انتقل إلى هناك وتجول في المشروع وأطلق بنفسه إشارة البدء، رئيس الجمهورية النهاردة تحدث وألقى كلمة وهو يفتتح المشروع. نتابع افتتاح المشروع ونتابع ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في جزء من كلمته. كان هو ركز على نقطة كانت جدلية طوال الأيام الماضية منذ الإعلان عن فتح المشروع، لماذا يوافق الجيش على هذا المشروع ولماذا رفضوا سابقا أو تحفظ عليه في رأس في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي. اعتبارات لها علاقة بالأمن القومي أشار إليها الرئيس السيسي في كلمته. نشاهد. القوات المسلحة، وأنا بتكلم وبسجل ده أمامكم كلكم، كان ليها موقف قبل كده في موضوع تنمية قناة السويس. الموقف ده ما تغيرش، الموقف ده ما تغيرش. شرق التفريعة وغرب خليج السويس هي دي الموافقات اللي طلعت من القوات المسلحة بالتنمية فيها، مش للي فات، ده من أكتر من 10 سنين، ما تغيرش، ما غيرناش حاجة. هو ده اللي طلع وهو ده اللي ماشي، وده المحور اللي بيشتغل وهيشتغل دلوقتي. الجيش هو المسؤول قدام مصر على الأمن، هو مسؤول على الأمن القومي، لكن هو مسؤول على الكلام ده اللي بيتعمل. الشركات في 17 شركة وممكن يبقوا 20 شركة مدني، اللي هم الشركات المدنية الوطنية اللي هتشتغل، لكن تحت إشراف مباشر من القوات المسلحة. احنا بنشرح الكلام ده للناس كلها عشان تبقى الأمور واضحة وما يبقاش في شكل من الأشكال، يعني لا، الأمر واضح تماما في الأمر ده. الأمن القومي تم مراعاته بشكل كامل. الأمر ده هيتم تحت إشراف القوات المسلحة بشركات مصرية، وأنا المقاولين وأصحاب الشركات أنا أتمنى أن أنا أشوفهم النهاردة أثناء الموجودين. يعني زي ما حضرتكم شفتم، الرئيس ركز على فكرة التمويل الوطني للمشروع وعلى فكرة مشاركة القوات المسلحة لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي، مع مفهوم طبعا الحساسية المرتبطة دايما بقناة السويس، وخصوصا أن كان في حديث عن مشاريع ربما تتخذ طابع آخر أو تعمد إلى التقليل من دورها، وأكيد ده هيكون محور مهم في النقاش المفصل اللي هنديره في وقت لاحق في الحلقة مع خبراء عشان نفهم أكتر المشروع. لكن ما توقف عنده أيضا الرئيس هو المدى الزمني. الرئيس السيسي تعهد بأن المشروع سيفتتح في مثل هذا اليوم من العام القادم. قال أن في اختصار للمدى الزمني بشكل كبير، تحدث عن شكل التمويل، أن هيكون في اكتتاب بالعملة المحلية والأجنبية للمصريين، وأن هتكون في حتى أسهم لمساهمات رمزية للشباب. نشاهد ما قاله الرئيس في هذا الصدد. يبقى سهم وسند للمصريين، سهم وسند للمصريين، هم اللي يدفعوا ده، وتتحط الضوابط اللي تخلي السهم ده ملوش حل غير مع المصريين. يعني المالية والتخطيط، يبقى هو ملوش حل غير المصريين. تتحط ضوابط للسهم ده، احنا بنتكلم لما بنتكلم في 80 مليار، يعني احنا بنتكلم في 70 مليار او اقل او اكتر، يبقى السهم ده احنا محتاجين 500 مليون سهم، قلنا 100 جنيه للسهم مثلا و100 دولار للسهم للمصريين اللي في الخارج مثلا لو عايزين يشتروا بالدولار، وكمان للولاد اللي او الشباب اللي في الجامعه والولاد اللي في المدارس والبنات نعمل لهم سهم ب 10 جنيه نعمل لهم سهم ب 10 جنيه عشان كل واحد في يوم من الايام يقول انا كان ليا نصيب، ان انا كان ليا نصيب ان انا ساهمت في ده. ان شاء الله زي دلوقتي نكون بنفتتح
المشروع الجديد ده ونكون بنخلص الطرق. انا بقول ليه سنه وبقول ست شهور وكده؟ لحاجتين. ان معظم الحاجات ديت مش محتاجه معدات يتم تصنيعها في الخارج، بتاخد يعني لما تيجي تقول لي نعمل معمل بتروكيماويات ما اقدرش اقول كده للقائم عليه. ليه؟ لان هو بيبقى فيه معدات بيتم تصنيعها في الخارج بتخطيط لكن احنا بنعمل شغل حاجته موجوده عندنا. الحفر على الناشف ده يعني عباره عن لوادر وكركات وبلدوزات كلها موجوده، ولو كنا محتاجين نجيب اكتر نجيب. يبقى المساله مساله ايه؟ بدل ما نشتغل ست ساعات نشتغل 10 24. يعني انا هقول لك احنا المفروض ولادنا في العام الدراسي القادم يجوا نجيب لهم يجوا هنا يقعدوا مع العمال ويشوفوا يقضوا معاهم يوم بس على مدار كام؟ على مدار ال 24 ساعه. طيب الحقيقة أن الرئيس أشار أيضا في كلمته إلى بعض المشروعات التي لم تحقق المرجو منها على الأقل لتكون في مقارنة لتوضيح الأسباب حتى يكتمل هذا المشروع. ذكر في معرض حديثه مشروع توشكا الذي توقف وغيره من المشروعات لأسباب أشار إليها الرئيس، أعتقد أن معظمها كان بالتمويل زي ما هنشوف في كلمة الرئيس. لما عدنا ناقشنا الموضوع الزراعة اطرح موضوع توشكي كأحد المشروعات اللي كانت واعدة وما تمش التقدم فيها كما ينبغي. طيب أنا بقول دلوقتي الكلام ده ليه؟ بقوله أولا عشان تبقى الأمور واضحة. اللي متخطط 500-600 ألف فدان، اللي مزروع بالفعل دلوقتي لا يتجاوز 10%، مش كده؟ 10% يا فندم من اجمالي لما نيجي نقول 500 ألف فدان، ال 10% بتاعتهم 50 ألف مش 37. اقل من 10% هم اللي تم زراعتهم على مدار كام سنه؟ على مدار كام سنه؟ 15-16 سنه. يبقى احنا بنقول للمصريين هنعمل لكم مشروع ل 500 ألف فدان، يطلق المشروع والناس تشوفه، لكن الواقع على الارض ما بيستمرش كده. طب ليه ما اتعملش ده؟ انا مش بتكلم على توشكي. طب ما شارع العوينات تقريبا كده. الله، يعني احنا بنطلق مشروعات ونصرف عليها فلوس في البنيه الاساسيه وبعدين ما تشتغلش؟ في نفس هذا السياق الرئيس تحدث عن أن موازنة الدولة لا تكفي، شدد على أنه يريد أن ينتهي من استصلاح 40 مليون فدان مش في 40 سنة لكن في فترة أقل. تحدث عن التكلفة الفعلية لذلك أنها قد تتكلف 250 مليار جنيه، وأن هذا أحد الأسباب اللي خلى الرئيس يدعو المصريين للاكتتاب في صندوق تحيا مصر. تحدث الرئيس عن أنه مشروع شرق التفريع القوات المسلحة بتعمل فيه منذ نحو 10 سنوات، وقال ان القوات المسلحه تعمل لصالح مصر مهما كان الحاكم. نشاهد. انا مصر على ان مشروع صندوق تحيا مصر لازم يبقى فيه فلوس. انتوا عايزين ان انا اوعدكم بحاجه والحاجه دي ما تتعملش ولا ايه؟ انا هفضل اكرر في الكلام وانتوا بتحرجوني يا مصريين. الامور واضحه. أنا لو هجيب كل يوم 100 مليون جنيه من الصندوق هجيب في السنة 36 مليار جنيه. أقول تاني؟ لو كل يوم حد اتبرع وحط 100 مليون جنيه في الصندوق ده هيبقى 36 مليار جنيه. يعني هجمع المبلغ ده على 3 سنين. ده لو أنا بعمل كده وده مش حقيقي. بصوا، مصر مش هتقوم بالطريقة دي. أنا بمنتهى الوضوح بتكلم. أنا قلت في حاجة اسمها القدرة الذاتية للمصريين، وقلت في حاجة اسمها الاستثمار المصري، وقلت في حاجة اسمها الاستثمار العربي والأجنبي. من هذا الخبر، من خبر تدشين مشروعات
تنمية محور قناة السويس، اللي اعتقد ان هو سيشغل مساحة كبيرة من اجندة الرأي العام في الاهتمام به في البحث عن سبل تمويله. هل هيكون هو مشروع السد العالي القادم الذي سيجمع المصريين على قلب رجل واحد؟ هل هيكون المشروع اللي ممكن ينقل او يحقق نقلة اقتصادية في مصر؟ ايه العقبات اللي ممكن تقف حوله؟ مين الشركاء في هذا المشروع؟ الحقيقة ان كل هذه امور هنحاول ان احنا نبينها ونفهمها اكتر. اعتقد انها هتفضل مطروحة على اجندة الرأي العام للفهم والطرح فترة اطول مما نعتقد، لكن النهاردة كمان هنطرح هذه الاسئلة على مجموعة من الخبراء في وقفة معمقة في حلقتنا الليلة.